أهلا بيكم في مجلد الحياة. هو فنان موهوب ومتنوع بدرجة كبيرة، مش محتاج أن يتصدر اسمه أفيشات الأفلام، لأن بمجرد وجوده بيكون مكسب كبير للعمل. هو الفنان القدير خليل مرسي، اللي قدم خلال مشواره الفني مجموعة مميزة من الأعمال المهمة في تاريخ الفن. هنستعرض معاكم بعض الحقائق المثيرة عن حياة الفنان الراحل خليل مرسي وسبب عدم رؤيته للكعبة المشرفة، على الرغم من أدائه مناسك العمرة أكتر من 12 مرة. تابعونا. اسمه بالكامل خليل مرسي خليل سلطان، اتولد يوم 21 سبتمبر سنة 1946، واتخرج من كلية الزراعة، وبسبب حبه الكبير للفن التحق بمعهد الفنون المسرحية، وبعد تخرجه قام بعمل دراسات عليا وحصل على الدكتوراه، وترأس قسم المسرح في جامعة 6 أكتوبر، وتتلمز على إيده كتير من نجوم الفن اللي وصفوه بأنه معلم يمنح خبراته الحياتية والفنية بالكامل لتلاميذه. وارتبط ظهوره على الشاشة بدور القاضي بسبب أدائه الرائع وملامحه الشامخة، وقدم أول أعماله كقاضي في فيلم الهروب من الخنكة مع الفنان نور الشريف، وشارك في مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية، منها لن أعيش في جلباب أبي، سكة الهلالي، ليلة القبض على فاطمة، ميراث الريح، أوراق مصرية، الإمام الشافعي، الوسواس، العراف، ربيع الغضب، حضرة المتهم أبي، وغيرهم مجموعة كبيرة من الأعمال. وعلى خشبة المسرح برع في تجسيد الأدوار بجانب الفنان محمد صبحي، ومن أهم المسرحيات اللي قدمها سكة السلامة، لعبة الست، مملكة الذئاب، حلوة يا دنيا الحب، أهلا يا بكوات، ودستور يا سيادنا. والجدير بالذكر إن الفنان خليل مرسي كان حريص دائما على زيارة بيت الله، فأدى فريضة الحج مرتين سنة 1990 و2010، وأدى مناسك العمرة أكتر من 12 مرة. وفي آخر حوار فني لي كشف عن موقف غريب اتعرض له مع الفنان أحمد بدير أثناء أدائه فريضة العمرة، فقال إنه متعود لما يدخل الحرم المكي يوطي راسه لتحت، ولما يحس إنه وصل أمام الكعبة يرفع راسه ويبدأ بالدعاء، لكن في آخر مرة ما قدرش يشوف الكعبة لأن كان محوطها سور من الخشب، فحس إن ربنا غضبان عليه ودخل في نوبة بكاء شديدة وقلبه اتقبض. وفجأة قابل شخص اسمه أحمد شيبة من قبيلة بني شيبة اللي بيكون معاهم مفاتيح الكعبة، وطلب منهم إنهم يرجعوا تاني قبل الفجر وهيدخلهم للكعبة، وبالفعل دخلوا من الباب الخلفي ولقوا نفسهم أمام الحجر الأسود، وقاموا بلمسه، وبعدها طلعوا للغرفة ودموعهم بتسيل منهم من الفرحة، وده جعله سعيد حتى وفاته. وفي آخر أيامه أصيب الفنان خليل بمشاكل في القلب، فخضع لعملية جراحة وقام بتركيب دعامات، ولكن تدهورت حالته الصحية وتم حجزه في العناية المركزة لعدة أيام، وتوفى يوم 5 أغسطس سنة 2014 عن عمر يناهز 68 سنة. وبعد وفاة الفنان خليل عاش الفنان الكبير محمد صبحي صدمة كبيرة، لأن كان بينهم صداقة قوية جدا، وخلال جنازته ظهر الفنان محمد صبحي وهو قاعد في ركن من المسجد وعلى ملامحه علامات الصدمة، ورفض التحدث مع وسائل الأعلام. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. اكتبونا في التعليقات وقولونا أكتر عمل بتحبوه للفنان خليل مرسي، واستنونا في فيديو جديد مع مجلة الحياة.